الصوت الحلو، بندق المهرجانات، حودة بندق، ايه حكايته وبدأ ازاي؟ انا محمد ابراهيم ودي قناتي. لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. انا بشوف ان حودة بندق من الاصوات اللي حرفيا بتعرف تغني كل الالوان، مش مهرجانات وبس. بس ما علينا، كده كده المهرجانات هي اللي واكلة السوق. ندخل بقى على اسم حودة بندق. الاسم محمود محمد حسن، والشهير بحودة بندق طبعا. مواليد 1998، يعني عنده تقريبا 24 سنة. ولد حودة بندق في الإسكندرية في أسرة متوسطة الحال. الحالة الاجتماعية لبندق حاليا فهو متجوز ما كملش شهور، وزوجته أخت المطرب إياد جيان. خل بقى على بداية حودة بندق الفنية. حودة بندق يعتبر بدأ يغني وهو عنده 6 سنين، لكن بدأ يشتهر ويتعرف شوية وهو عنده 10 سنين. وكانت البداية الحقيقية لما طلع مع أصالة وشيرين عبد الوهاب في برنامج سولا، وحي شيرين وأصالة أشادوا بصوته جدا، ده غير أغلب الناس اللي سمعته وقالت إن صوته حلو جدا، وقالوا إنه هيكون مشهور لأن فعلا صوته جميل جدا. من المواقف اللي أكدت لحودة بندق إنه فعلا فنان وصوته حلو، إنه جورج وسوف كان في مطعم في الإسكندرية وحودة بندق كان بيغني أغنية لأم كلثوم ووردة، فسمعه جورج وسوف وقال له أنت بتفكرني بنفسي وأنا صغير وصوتك حلو وهتنجح. وطلب جورج وسوف من حودة بندق إنهم يعملوا حفلة في لبنان. وطبعا بعد الظهور ده استطاع حودة بندق إنه يطلع في مسلسل الزوجة الرابعة بطولة النجم مصطفى شعبان، وكان عامل دور ابن الفنان مصطفى شعبان في المسلسل، وغنى كام أغنية في المسلسل. وطبعا الأغاني اللي غناها في المسلسل كانت عاملة نجاح كبير جدا. وبعدها بفترة اختفى حودة بندق ليرجع تاني للغنى، لكن عن طريق المهرجانات هو أخوه تيتو في عام 2017. ولكن بدأ الانطلاق الحقيقي في عام 2019، ولحد دلوقتي بندق مسمع جدا في كل مكان وغنيه بتعدي ملايين المشاهدات. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.